ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الطلاب الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما خلق الجن التي خلقت من نار، وما خلق الإنس التي خلقت وجاءت من خلقت من طين وولدت وتناسلت من أبيها آدم عليه الصلاة والسلام، إلا لغاية واحدة. يعني كل الناس الواقفين ديل، أنا وإتو والجماعة دار يطلعوا يصوروا بجاي ديل، وكلهم ربنا ما خلقهم إلا للعبادة، ما في شيء ثاني، عشان الجوطة ما تكتر يا جماعة. وده الموضوع بتاع الرسل كلهم، إنه جو لتحقيق العبادة. أنيانيا الدائرات التنظيمات الليبرالية والعلمانية دي، أنيانيا دي الله تكفل لك بيها. ربنا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. موضوع انتهى، بس انت أسعى فامشوا في مناكبها وكلوا من شنو؟ من رزقه. شعبين أو شفع التراب قايمين ثورة ثورة ثورة، من أجل شنو؟ من أجل الدكوة. ما في أي حاجة، مش هو الأكل والشراب، في حاجة ثانية يا جماعة؟ ديك ثورة ثورة في شنو؟ نيانيا. ربنا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الموضوع ده انتهى، بس ربنا قال لك فامشوا في مناكبها أطراف الأرض وكلوا من رزقه. أسعى وأكل من رزق ربنا، وأعلم إنه الرزق ده جابه الله، ما جابه الخنجر البليد. الخنجر قال نحن في السودان بنمشي للشيوخ بندفع البياض بدون المطر، في ناس بيدوا المطر، في ناس بيدوا المطر. الله يكسر راسك، المطر ده بدي الله، لأنه المطر رزق. وربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا قال عن المطر تحديدا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وهو الله مش الخنجر، الله. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ده ربنا سبحانه وتعالى، شفت كيف؟ ربنا قال: قل أرأيتم الماء الذي تشربون، قل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزلون. ده ربنا سبحانه وتعالى، لكن الصوفية ما عارفين الكلام ده. ربنا داير مننا حاجة واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. موضوع انتهى، وما في رسول ولا نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام ربنا رسلوا إلا من أجل الغاية دي اللي هي إلا ليعبدون. تابع القرآن، وده الكلام اللي ينفع. ربنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ده الموضوع يا جماعة. الناس لما فرطوا في عبادة ربنا، فرطوا في توحيد ربنا، حصل الجوع والمجاعات والحروبات، وحصل الضعف الشديد للمسلمين، حتى تقوى واستأسد عليهم الكافرون والمشركون والصليبيون واليهود من كل حدب وصوب. السبب التفريط في العبادة والتوحيد، ده والله السبب، ما في سبب تاني. ليه نحن بنخاف من اليهود، مع انه اليهود ما يساوي عشر 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 معشار المسلمين؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتم حينئذ كثير كثير. قالوا: او من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، انتم حينئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟
قال حب الدنيا وكراهية الموت. السبب التوحيد يا جماعة. إذا كان عندنا ناس لليلة بيعتقدوا إنه الرزق في الشيكينيبة شيكينيبة، وبيعتقدوا الجنة عند الليزرقاب، الليزرقاب صوفي بتاع الليزرقاب، قال بدي الولد المرة المبتلى، زوجت مرة 10 سنة ما ولدتها تمشي تسلمها للشيخ، يا خيابتك يا خيابتك، ما تاكل باسطة، يوديها للشيخ يقعد عند الشيخ، قال الشيخ بيديك ولد بوقتين ذهب ويديك بنت بوقي الذهب. هنا في اللي زرقاب، والله في اللي زرقاب، وعاملين غير الضريح بتاع الشيخ، عاملين بيانات. صاحبي واحد من اصحابنا عنده مؤجر له مزرعة هناك في المنطقة دي، وفي طرف المزرعة انا مش شفته بعيني، في طرفها في بيان، بيان ساكت فاضي، لو حفرته نمل ما تلقى، ما فيش. قالوا الشيخ تبين هنا، اظنهم داري يسيطروا على المزرعة. المهم معلقوا لهم 2 بيرق، 2 دلقان، أمة تخاف من دلقان تنتصر على اليهود، أمة كاملة إلا من رحم الله تخاف من دلقان بتاع صوفي بليد تنتصر على اليهود. أها قال لي، قال لي من أعجب ما وجدته، ده صاحب المزرعة ده، قال لي جا واحد صوفي راكب عربية دبل كابين آخر موديل شحمانة تب، ورافع ورا نسوان وبنات وصبارات بتاعت مويه وسرامي الشاي وحلل بتاعت زلابيه. المهم قال لي لقيته جوا المزرعه حقتي، قال لي ناديته قلت له جابك هنا شنو؟ قال لي والله جيت ازور ابوي الشيخ. وصاحبنا ذا كمان زول منظم ما شاء الله جيد وكلامه مرتب ومنظم، قال لي اسمع دي مزرعتي انا، ابوك الشيخ هنا ما عنده حاجه، اطلع برا ولا بجيب لك الشرطه. قال رجع طبعا، طلع قال لي من باب المزرعه ومشى وقف في السور قصاد الضريح الفاضي، بيان ساكت قبه ما فيها فكي، وقف قصاد الضريح، شوف المرض شوف المرض، قال يا ابو الشيخ انا جيت زرتك وده طردني، خليك شاهد والله الذي لا اله غيره. برضه تقول لي انصرنا، اللهم انصرنا على اليهود وعلى النصارى. النصارى مالهم كعبين؟ اي كعبين، انا ذاته بتفق معك. ليه كعبين؟ لانه عبدوا عيسى واحد بس. اليهود كعبين ليه؟ عبدوا عزير، عزير واحد بس، وعندهم بلاوي تانية معروفة وكفريات تانية، لكن ده العبد عيسى وده العبد منو؟ عزير، ده الواحد وده الواحد. الصوفية عبدوا كم؟ الصوفية عليك الله يفتح عليك كده بالفيضات الربانية ده الصفحة 64، فيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، أنا أوريك إنه الصوفية دي أكبر مرض ابتليت به الأمة الإسلامية، ودي الثورة الحقيقية المفروض نحن نسورها، ما بالحجار والثورة بتاعت الطرنقع، ثورة بتاعت عقيدة إن صح المسمى ذاته. ندعو إلى التوحيد وندعو إلى العقيدة ونحارب هؤلاء. الزول ده قال كلام حتى أبو جهل ما حصل الكفر ده وإن كان كافرا. صفحة 64 قال: وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي. أبوك الشيخ ما بصلي تارك صلاة. قال لي ليه أنت تارك صلاة؟ قال أنا قاعد معاكم هنا في الخرطوم في سوق ليبيا، لكن قاعد اصلي في مكه وبجي راجع قبلي ما اسلم وتسبح، زي ما جاء في كتاب سراج السالكين بتاع نسوه بدر، طبعت المجلس الاعلى للذكر والذاكرين. هذا طبعنا نحن، المجلس الاعلى للذكر والذاكرين. قال كان من كرامات الشيخ الصوفي انه خطوه بخطها في المغرب العربي، والخطوه الثانيه في مكه المكرمه، وخطوه في العلفون. اخواننا قالوا اصل سرواله ده قدر كيف؟ خطوة من هنا لمكة المكرمة؟ يا ناس في بشر عاقل مسلم يصدق خرافات زي دي؟ ده المؤخر الأمة، والله لو عارف السبب الحقيقي المؤخر الأمة ده هو السبب، ضياع العقيدة وانتشار الشرك. ما يجيك أخو مسلم عامل له سكسوكة هنا بسيطة يقول لك والله أفتكر حقيقة، شفت الأخ المسلم مما يقول حقيقة أعرف أنه داري كذب حقيقة، أنه يعني الأزمة الصيو أمريكية هي التي أثرت على الإمبريالية الأمريكية، وبالتالي أثر ذلك وتدخل في السندكالية وخرج منه إلى الراديكالية. تعرفوا زول كلب وزول مجرم، عرفته؟ السبب هو الشرك. ربنا قال كده، ربنا سبحانه وتعالى قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الكفار ربنا كان بيرعبهم من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ مع أنه الكفار في غزوة بدر
كانوا 1000 وقيل 1000 زيادة، والمسلمين كانوا 300 وقيل 313 وقيل الميم 300 وذيك ألف، يعني كم ضعف؟ 3 أضعاف. رغم ده ربنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. السبب شنو؟ الألف يخافوا من التلتمية، ألف 3 أضعاف المسلمين، قصاد كل صحابي في 3 مشركين. السبب شنو؟ ربنا قال بما أشركوا بالله. شو الصحابة دل كانوا رجال كيف؟ وكانوا مؤمنين كيف؟ يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم. شوف القوة دي كيف بتاعت الصحابة، قوة التوحيد في قلوبهم. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني قصاد كل واحد من الصحابة كان كم؟ لا 10، 20 قصاد 200 يعني الواحد بكم؟ ب10، صحابي واحد قصاد 10. ربنا قال لهم إذا كان جيش المشركين 10 أضعاف جيش المسلمين في البداية، ربنا قال لهم ما يجوز للمسلمين إنهم شنو؟ يتراجعوا. شوف الكلام ده كيف؟ ما يجوز الفرار. إذا كان جيش الكفار 10 أضعاف جيش المسلمين، يعني تخيل الكفار 10,000 والمسلمين 1000، في البداية ربنا قال لهم حرام تفروا إذا كانوا 10 أضعافكم. يبقى الصحابة أقوياء ولا ما أقوياء؟ ربنا قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ربنا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. شوف بعد ما ربنا خفف عنهم الواحد من الصحابة قصاد كم؟ فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله يحب الصابرين. ده وفي الآية الأولى ربنا قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، بإذن الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، وفي البعدية والله يحب الصابرين. ديل الصحابة كانوا أقوياء بشنو يا جماعة؟ بالإيمان بالتوحيد. عمر بن الخطاب يجي في الحج أو العمرة طايف بالبيت، ومن السنة إنك تمسك الحجر شنو؟ الأسود، تستلمه هكذا وتقبله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحجر الأسود نزل من الجنة كان أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الثلج، سودته خطايا أهل الشرك، صحه الألباني. حجر نزل من الجنة، عمر بن الخطاب يستلمه ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لقاك توحيد زي ده؟ هسه في زي ده؟ الآن حجر جاء من الجنة، من الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول إنك حجر لا تضر ولا تنفع. الليلة هنا في طابة عبد المحمود جريدة الدار طبعا تعجبك جدا، ها؟ قالوا مشينا زرنا قبة طابة عبد المحمود نور الدايم، وقالوا طلعت موية. قالوا الموية عندها 3 فوائد. الفائدة الأولى من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ده لقاكم هنا في الدنيا، فيه ده إلا في الجنة، حوض الكوثر ونهر الكوثر، نسأل الله أن يجعلنا من أهله جميعا. قال الفائدة الثانية، والله في جريدة الدار عندي موجودة، قال من شرب منها شربة حلت جميع مشاكل الدنيا والآخرة له. أمة يعلقوها بقبور، وعمر بن الخطاب حجر، الحجر الأسود نزل من الجنة قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. توحيد، عشان كده غلبوا الكفار، عشان كده دكوا حصن قيصر وكسرى. الحكاية دي ما أحلام ولا شعارات ولا رحككم نطلع ثورة كده. أنا أخشى الناس الدار يطلعوا ثورة ديل بالعقل، أصلوا ما بيؤمنوا بالأحاديث، نحن عارفينهم بالعقل بس. أركاكم نطلع صورة يا طلاب كلنا، نحن والشعبيين والإم إس إف والإي آر تي والإم بي سي كلنا أركاكم، أطلعكم أرح مرقنا الشارع، أدونا 10 بمبان يا رجعنا يا سبتنا،
يا اخي قول وصلنا القصر الجمهوري وشلنا البشير برا، فرضا الرئيس منو؟ مننا ولا من الجماعه ديل؟ انا لو بقيت رئيس ديل برضو؟ بسالكم بالله ما برضو. وانت لو بقيت رئيس المؤتمر الوطني برضو؟ ما برضو. لو المؤتمر الوطني تاني بقى رئيس الاتحاد الديمقراطي برضه؟ والاتحاد الديمقراطي كم في الاصل وفي التقليد وفي الفيدرالي وفي الكونفدرالي، هوس كله. يا طول حيحكم يا ناس حزب يتقسم ل 14 حزب، الحيحكم منو؟ ما ده سؤال. انت ما تقول راح ثوره ثوره، راح اقوم ثوره ثوره بالنص ذاته، الحيحكم منو؟ من الذي سيحكم يا ناس؟ عشان تعرف انه التنظيمات دي لا عقل لها، والله ما عندها عقل ابدا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام حسم المساله دي في حديث واحد، قال من خرج على اميره قيد شبر فمات فميتة جاهليه، رواه مسلم. موضوع انتهى. قالوا لا كلام الرسول ما بنصدقه. طيب اطلعوا، تطلع روحكم. قاعدين ليه هنا؟ ليه قاعدين؟ انا والله بستغرب. واحد سال قزاز بيبسي واقف زي في دوديدو ذاك بتاع سفينات، يقول لك هيا بنا نخرج، كع 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 يشرب البيبسي. انت ما تخرج، تخرج روحك. قاعد هنا ليه؟ تحت النيم وتحت الشجر وتحت الظل يا ناس، ما تكذبوا علينا وما تلعبوا بعقولنا حلاوه. كفايه اللعب بعقول المسلمين وعقول الشعب السوداني المساكين، كفايه اللعب. ما في شيء يصلحنا الا الدين، ما في شيء يصلحنا الا العقيده والتوحيد. الصوفيه ده اللي خربوا التوحيد يا اخي. ده شيخهم قال انا الاله ذاته، افتح تابع الكلام، قال ولا جامع الا ولي فيه منبر، ولا منبر الا ولي فيه خطبتي، ولا عالم الا بعلمي عالم، ولا سالك الا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لاغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. انتوا لقاكم كفر زي ده؟ مين الله خلقكم؟ لقاكم كفر زي ده؟ اذا كان ديل الصوفيه وديل الماسكين الدين في البلد، ديل بقول لك اهل الله واهل السلسله الما فيهم عله، اذا كان ديل اهل الدين في نظر اغلب المجتمع فكيف ينصلح الدين؟ وإذا ما انصلح الدين وانصلحت العقيدة والتوحيد، كيف ربنا يصلح حالنا؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. القرآن ده واضح، لكن الناس بتتلولوا براء. والله لو طبقنا الآية واحدة بس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ربنا يصلح حالنا كله. ومعنى يعبدون كما قال عبد الله بن عباس، أي يوحدون ويفرض الله بالعبادة. إذا الناس وحدت الله والتجأت في الشدائد لله وفي السراء لله وفي الكربات التجأنا لله، ورمينا التمائم والحجبات كلها شرك رميناها، وتوكلنا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما تبركنا بأحد. شيخ يمد كراعه وتدي شلوت طوال، مد لك كراعه ويقول لك بوس هنا شلوت في راسك يا مجرم. أنا أبوس كراعك ليه؟ أنت كراعك فيها شنو؟ يقول لك لا أنا والله ولا محمد ود احمد ود احمد ود احمد ود فاطمه ود النبي صلى الله عليه وسلم. كذاب كذاب يا اخي. يقول صادق نبوس كرعينك ونبوس يدينك يا صوفي يا اخي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لي فاطمه بنت عديل رضي الله عنها، قال يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت، فوالله لا اغني عنك من الله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي بنت انا ما بغني عنك من الله شيء. وربنا قال للرسول كده، قال له قول للناس كله انه انا ما بملك لنفسي لروحي لا نفع لا ضر. تاني يجي مكاشفي ولا كباشي ولا برعي ولا صائم ديما ولا الركيني ولا اللمين ولا غيره يملك لك نفع ولا ضر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك لنفسه لا نفع لا ضر. وين الكلام ده؟ والآية دي قاطعة لشجرة الشرك من أصولها. لو الزول علم وتدبر، ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لقدرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
والله القرآن ده أقوى كلام وأحسن الحديث وأحسن الكلام، وده اللي بيصلح الأمة، وبسببه بيجي الأكل والشراب، لأنه ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا، يعني وحدوا، واتقوا برضو وحدوا، لأنه ما في تقوى من غير توحيد، تقوى مع الكفر ما في. ربنا قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يتقون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يؤمنون. تقوى وإيمان مع شرك وكفر ما بتلموا أصلا. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شوف المجرم ده قال شنو، الصوفي تاع الطريق القادرية، قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. ما تتمسك بالله، الشيخ قال لك، الشيخ الصوفي شيخ الطريقة، قال لك أمسك فيني أنا، زي ما قال في المدحة، الطريقة أمسك فيها، الطريقة شنو؟ أوعى تخليها، ده نفس الكلام، قال مريدي تمسك بي، ما بي الله، تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك أنا ذا في الدنيا ويوم القيامة. يبقى ده خلاصة التصوف، إنك تعبد الشيخ وتكفر بالله، ده التعريف الصحيح المنضبط للمنهج الصوفي. لكن ده ما معناته أي صوفي كافر، في صوفي داري يأكل زلابية لكن ما معتقد الكلام ده، بس داري الرز سخنا خلا جيبوا الفتة داري يضرب ويتخارك، هل ده نقول كافر؟ نحن ما بنقول ده كافر يا جماعة، عرفته؟ لكن الذي يعتقد هذه العقائد كافر. أي إنسان اعتقد إنه الشيخ بيحمي في الدنيا ويحمي في الآخرة كافر ولا كرامة. اللي بيحمي منه يا جماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى أن قال واعلم، وده الشاهد، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده الدين. نحن والله لا عندنا حزب، ما في حزب. انتوا انصار سنة؟ لا، اتبرينا زمان من انصار سنة، لقيناهم تبع الدنيا وتبع الأموال وباروا السياسة واشتروا المناصب وباعوا دينهم، تركناهم، نصحناهم رفضوا، نصحناهم رفضوا، نصحناهم رفضوا، قلنا لهم السلام عليكم. انتوا شنو؟ نحن على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والسلف الصالح. كفاية ولا ما كفاية؟ حزبكم شنو؟ ما عندنا. دايرنا سجل معاكم، تسجيلاتنا قفلت، ما في اي حاجه. نازلين انتخابات بتين، ما نازلين انتخابات ليوم القيامه. لازم تعرف المعلومه دي وتتاصل في قلبك. والله لو ادونا الحكم الان جاهز مقشر زي الطرابيزه دي لارجعناه الى اصحابه. ما دايرينه، دايرين الناس توحد الله. الناس بيزعلوا ليه؟ بس توحدوا الله، ما عندنا مشكله شخصيه كده او قبليه قبيله مع الصوفيه، ولا عندنا مشكلة قبلية أو مالية مع الأخوان المسلمين، ولا مع أنصار السنة، ولا مع التنظيمات العلمانية الليبرالية. إنما مشكلتنا مع الصوفية والأخوان المسلمين وأنصار السنة والعلمانيين وكلهم في الدين، إنه ده خالفوا الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاعدين يضللوا في المسلمين ويكذبوا على المسلمين، تنظيم وراء تنظيم يكذب على المسلمين، وده إحنا ما بنقبله. لابد الناس توحد الله وتتبع راجل واحد وهو سيد الرجال وسيد البشر وسيد الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي خلاصة دعوتنا. ديل ليه بتتكلم بالصوفية؟ لأنه ديل هدموا الإيمان في قلوب أغلب الناس في بلدنا دي بالذات وغيرها من البلدان، وهدموا التوحيد. شوف المجرم ده بيقول شنو؟ قال أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي. يا جماعة بنجي منه؟ الله يا أخي. ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ده هو القلب بنجي، ما الله، ده التصوف، ودي كتبهم. والكتاب ده في الدار السودانية للكتب، الطابق الأول الناحية الغربية، الرفوف الناحية الجنوبية الغربية. تاني نسوي شنو نحن؟ دي بتاع صوفية
والمعرض الآن موجود معرض الكتاب، تلقى الصوفية ذاتهم يبيعوا عليك الكتب دي، هم ذاتهم ده دينهم، شرك بالله عز وجل وكفر برب العالمين. إلى أن قال: أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقة، وأعطيت داود حلاوة نغمتي. قال: أنا اللي أديت نبي الله داود، يقصد بحلاوة نغمة يعني حسن الصوت، حسن الصوت. وقال: كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا. ديل الصوفية قالوا كانوا مع عيسى بن مريم، وده كذب وكفر بالله عز وجل. إلى أن قال: أنا العاشق المعشوق في كل مضمري، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. والواحد هو ربنا، الواحد هو ربنا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وتر يحب الوتر. لكن الصوفي ده قال: أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وكل الطرق كده، يعني ما يجي زول أخو مسلم، ولأنه الأخوان المسلمين ده هم اللي بيغشوا الناس، يجي يقول لك: طبعا ما كل الصوفية كده، في صوفي يعني حقيقي زاهد وعابد، وفي صوفي عنده خرافات. فما كل الصوفية كده، كل الصوفية دجالين، وكل الطرق أي طريقة. تعال لو في زول أخو مسلم ما راضي الكلام ده، تعال ورينا الطريقة الحلوة دياته، بعدين انت عامل طريقة لا ذاته. يا أخي قول ما عنده شرك، ما في طريقة ما عندها شرك، لكن قول فرضا طريقة ما عندها العقائد دي صوفية، منو قال لك يسمى بالصوفي؟ ده سؤال. ربنا قال: هو سماكم المسلمين، ده جبته من وين؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان صوفي؟ لا. أبو بكر الصديق كان صوفي؟ لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. طلحة؟ لا. عبد الرحمن بن عوف؟ لا. كلهم لا، رضي الله عن الجميع، ما في واحد كان صوفي. الإمام أبو حنيفة كان صوفي؟ لا. الإمام مالك كان صوفي؟ لا. الشافعي كان صوفي؟ لا. ابن حنبل كان صوفي؟ لا. كذب. إنما ابن الجوزي قال: أصلا الصوفية ظهروا في قرون متأخرة بعد القرون المفضلة بزمن طويل، وكان بداية ظهور التصوف الزهد وترك الدنيا. ده ابن الجوزي في تلبيس إبليس من الصفحة 83 وانت ماشي لقدام، قال بدوا كده. قال: وما زالوا يزدادون سوءا يوما بعد يوم، إلى أن ظهر فيهم عبادة القبور والتبرك بالقبور ودعاء الأولياء والصالحين. وده في زمن منه ابن الجوزي، لو شاف زمننا ده شنو؟ لو شافنا الشيخ اللمين بيقول شنو؟ ها؟ بنات لابسات ركبة، قالوا ده حبا في الرسول، ديل الصوفية، ديل ما مجارمة. انت لو شاف الطريقة البرهانية يقول شنو؟ ها؟ محترفات جايبينهم من برا، من برا. ها؟ ايوا ماشيين، قالوا في الزفة، قال حولية الشيخ، شباب ماشيين وراهم وبلاوي وبرنامج عجيب ذاته. هل ده دين يا ناس؟ هل دين النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه رقص؟ كان فيه نطيط؟ كان فيه جمباز؟ انت ما شفت الصوفي في الواتساب فيديو صورينه الصوفية براه، ثلاثة قاعدين يمدحوا عوارة ساكت، ده ما مديح الرسول ذاته، ده عوارة ساكت. مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ما زي ده، ولا بنوبة ولا بنجارة ولا بأورجن ولا بطنبور. كان بيقولوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم شعر لا فيه كفر، لا فيه شرك، لا فيه مجاوزة للحد، لا غلو، لا إطراء، بيقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم. ده الموضوع كله. ولو قالوا زول لو قلنا له بارك الله فيك، نفس اللي قالوا زمان. لكن تجيب ناس يرقصوا الناس، واحد يرقص بصلبه، واحد يرقص باكتافه، وديل الثلاثة قاعدين يرقصوا، جا درويش استحضر، جا طاير والله تقول فاكنه بينبلة، جد خم عليك الفنان والميكروفون وقلب به هو بورا. بس الفنان كان جامد، اظنه ضارب فتة تمام، ثبت في الوطة كده والدرويش زاق ورا. ما شفتوا ده؟ ده دين يا ناس؟ هل يمكن يكون ده دين من الله خلقكم؟ ممكن يكون ده دين يا جماعة؟ ده ما دين. والشرب شوفوا في قناة الساهور وإذاعة الكوثر وفي الصحف كلها السودانية دي، ده ما دين ولا عنده أي علاقة بالدين. يقول لك قبة فلان طلعت نور، قبة فلان طلعت موية، قبة. يا أخي شافع في منطقة رشاد في غرب السودان، شافع الصوفية دردقوا دارين أكلوا بقروش، قالوا الشافع ده ظهرت عليه بركة من رسول الله، والبركة من الله أول حاجة، ده شرك ذاته. لأنه بصحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم
قال كلوا من هذا الطعام المبارك والبركة من الله، انتهى. أي زول يقول البركة ما من الله، من غير الله، ده شرك بالله وكفر عديل. أها قالوا الشافعي ده ظهرت له بركات، بركات في شنو؟ قالوا في الجرسلين. يا جماعة الجرسلين حقنا الواحد سكر وموية وليمون وحاجات تانية، قال ده فيه بركة تشفي من جميع الأمراض. الناس ركبوا اللواري اللي عنده سكري مشى بجك بدي جرسلين بجك. شوف زول ما بخاف الله ده، ناس سكري شربهم وبعدين يتلحسوا، واحدين ناس الضغط شربهم، ناس السرطان شربهم، وقبليه بتاع الكريم تذكروا قال عنده بسمار، قال الرسول جاني اداني بسمار وجاب قانون الزول ده الصوفي ده وخدت الجمر ومعاه اولاده، تشتش الامه دي كلها، ناس ماتوا، خم القروش وشرب لا شارب. امه تتعلق بمثل هذه الاشياء لا يمكن تتقدم، لحد ما نترك ونكفر بهذه الشركيات والعقائد الباطله ونوحد ربنا سبحانه وتعالى. ده اخر كلام عندي، والفرصه مفتوحه لي الاسئله والمداخلات او النقاش. تفضل.